التندوري دبابيس فراخ توم وبصل فلفل حار عصير ليمون وزبادي وزيت زيتون بودرة تندوري زنجبيل او جنزبيل قرفة قرنفل جوز الطيب كزبرة جافة حبهان كمون كركم ملح وفلفل ومعانا الرز التندوري كده شوية بصل مع الكبة بتاعت مينتا دي الحلوة اهو ادي شوية فلفل حار ادي التوم بتاعنا هي روحها في التوم والتوابل اهو اهو بقول لي ابعد عن الصابون حاضر اهو ناخد شويه بس الغريب من دول نخليهم على جنب عشان الرز وناخد حبه من دول كمان اهو بس وناخد شويه من دول انا هي بتبقى لونها اصفر طبيعي كده تبقى لونها احمر لون التندوري ده اهو يلا كل التوابل الجميله دي وادي حبه ملح حبه فلفل حبه ليمون شويه زيت زيتون هو اساس التندوري الصوص بتاعه ده وادي اليوجرت لا اليوجرت يعني زبادي امال الملك يبقى ايه لما ده اليوجرت ما تغلطنيش بقى لا انت فاهم وبتطنش وعايز توقعني بالغلط ماشي اهو نعمل لك يا سيد ابو علي كمان شمال في يمين ويمين في شمال وبقت حلاوه الحلاوه ولا الجلاش والبقلاوه الله الله عليك يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد ايه ده هعمل ايه بقى يا سيدي عندي طاسه على النار مولعه بص بقى يا عمي دي الفرخه اهي نشيل الدبوس ده نعم من عيني يا فندم وافتح دي كده شفت دي فتحت ازاي واحد يديك واحده تانية نشيل الدبوس ده هيقول لي ليه دلوقتي هقوله عشان ايه وافتح دي كده اولا دي بتنزل الدم اللي فيها ودي بتعجل في سواها تمام كده يا سعادة الباشا قال لي وريني بعد كده هتعمل ايه ادي يا باشا الصوص بتاعي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي بص صلي من صلي على النبي من هنا السنة الجاية وانت الكسبان والله انت الكسبان دي المفروض بما يرضي الله تبات في التلاجة من بالليل كده يا باشا قول بحط بحطها في الفرن لا دي ليها قصة تانية بتبلوها كده يوم وبدوها جنزبيل فريش كتير وتوم كتير بعد كده استنى بقى تاني يوم يروح مطلعينها حطينها في الفرن حطينا فين في الفرن وسيبوها لما تطلع لونها بص حاجه كده حلوه انا عايز السكين بتاعها ده بص بقى هنا
حبه الرز دول عايزهم ثلاث الوان، ابيض واصفر واحمر. ده الاصفر، وادي الاحمر. وادي سكينة. دي بقى نديها شوية لوز، شوية مكسرات، شوية زبيب، اي حاجة قبل معاك وشغالة. ايه رأيك في اللون ده؟ جميل. طيب قوم بقى ايه يا سيدي، لا استناني استناني، ايوه كده. بعد كده اهو شايفني يا صلاة النبي، قال لي هتعرف دي استوت ازاي؟ 800 متر يا عم انت بتاعت شغال في مفاعل نووي والله برمة بترول. العظمة دي لما تتكشف، العظمة دي لما تتكشف تعرف ان هي ايه؟ استوت. لازم العظمية بتاعتي تتكشف. ده الرز بتاعي. Hehehehe